بالنسبه ليا هذا الوقت المراه خصها تجلس في الدار، الراجل هو اللي خدم هذا الوقت. هادشي اللي كنعرف انا، بالنسبه ليا المراه ما خصهاش تعاون مع الراجل، حيت الراجل هو اللي يكون ديال المحل وديال الدار وديال السير ديال كلشي. المراه خصها تقابل المحاله وولاد، هادشي اللي كنعرف. المحليه يعني بالنسبه للخلصه هادشي خصنا نهضروا عليه، يعني خص كلشي تخلص خلصه واحده، كاين اللي خدام كاين اللي معلم، راه كلشي بحال بحال. يعني راه اللي كيخدم الاخر اللي كيخدم كلشي تنخدمو خاص خلصه واحده، يسير هذا الوقت على حساب يعني. وبيني وبينك واخا غادي يخرج المراه تخدم، يعني ما تسمحش ليا ما حال ديال اللي قسم الشربيه ويا اتاي الخبز فلان. والرساله ديال الناس انهم يتعاونوا مع الشباب وولاد اليوم، يعني خاص الخلصه شويه تزاد، خاص المصاريف ويعني المعيشه غلات. كل ما المعيشه غلات خاص الخلصه تكال، لا بالنسبه للشباب كامل. لا لا سمح لي، انا ضد هذه المراه، خاصها التعاونيه وياه. شوف شوف شي ما يعطيهاش يكون عين الراجل، فهمتي؟ شي ما يعطيهاش يكون قاد ديال المسؤوليه. اما من بعد راه ضروري غيهزها يكسيها، الا عطاها الا تزاد المصروف شي خلاها بلاش ما يمكنش. هذا الشيء اللي عرفنا حنا على والدينا، خبز واتاي ومن بعد كيجيب الله، من بعد اليوم كاين اليوم ما كاينش، وهذه هي الحياه. لا بالنسبه لي البنت اللي قرات ديال دابا تهز تهز المسؤوليه، تعاونيه وياه. كاينه يعني ما كنهضرش على الاغلبيه، كلشي راه كاينين فيهم وفيهم. الصبر كانت المراه بكري كتصبر، اما دابا حيد عليا ما كاينش كلمه جوج الله يعاون. واسمح لي حيت داك الشيء اصلا من الاول خاص يكون التفاهم، خاص تكون العلاقه بيناتهم من الاول. اذا كانوا ملاقين هكا ما يتفاهموش. تنقول لهم يتعاونوا هذا الوقت، وخاص بنادم يتعاون، وخاص يعني خاصنا تزاد الخلصه، ويعني المعيشه راه غلات، وهذا الشيء اللي كنقول.